نرحب بكم مرة ثانية بعد الغداء وبعد العمل الشاق اللي انتم قمتم به في الصباح. غيرنا البرنامج بعد الظهر، هيكون اخونا حمزة اللي هو رئيس قسم الحاسب والمراجعة في الإمارات الإسلامية ألمانيا، هيتكلم عن العلاقة ما بين المحاسبة الدقيقة وإيه وتنمية الموارد. انا عمري ما اتكلمش كلام نظري، اتكلم كلام عملي. يعني good accounting and finance and the solution to fund development and fundraising. وهتكلم كلكم مره واحده، عشان قسمته ده كان مكتوب في البرنامج قبل كده، فهديله الفرصه ده واحده ونص ثلاثه، ثلاثه ونص خمسه، موضوع مهم جدا من ناحيه الطبيعه. It's very important from the applicable point of view. أول عمل محاسبي كنت بيه في حياتي كان بالعراق، وأنا طالب من الجامعة، فعلاقتي بالعراق علاقة قديمة ظلت لأربع سنوات أثناء الدراسة، ويعني من الظروف اللي مرت بها العراق ودخلت الجامعة. فأنا بعتبر حالي ببلدي الثاني والثالث الأول اللي كان العراق، ويعني كانت المشاعر جدا مختلطة. وأنا نازل بالطائرة في أربيل، لأني في عام 79 كانت زيارتي كل مرة في منطقة كردستان، كانت في السليمانية، وكنت حاسس من يعني هذه الجنة الأرض من الجمال اللي أعيده في كردستان. فيعني برحب بيكم أهلا وسهلا بيكم في برنامج هذا. ونبدأ إن شاء الله. المحاسبة الدقيقة وتنمية الموارد، يعني عنوان يحتاج لنوع من التفصيل. ليه المحاسبة؟ أو إيه أهمية عمل المحاسبة؟ أنتم متغربيين بقى وشغالين في نفس الأسبوع دايماً، فعايزين يكون في نوع من انواع التحاور بيننا ان شاء الله، لما حد يبدا يقول ليه المحاسبه او ليه العمل المحاسبي يعتبر مهم جدا بشكل عام في اي نشاط اقتصادي وبشكل خاص في المؤسسات ذات النفع العام. ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ لما قلنا المحاسبين يعني أهمية العمل بشكل عام، المحاسبة بشكل عام، العمل الاقتصادي. يعني هو جزء يعني صحيح بين المؤسسة، لا تقوم أي مؤسسة بأي عمل ما بدون عمل مالي صحيح. المحاسبة مهمة لديمومة أي عمل اقتصادي أو عمل مؤسسة بشكل، وده يعني صحيح طبعا. ديمومة أي مؤسسة لا تخلق إلا لعمل مؤسسي صحيح واضح مبسط ويعرف العمل أو العمليات الاقتصادية بشكل مبوب بما هو متعارف عليه، سواء نظام محاسبة إقليمي أو سواء متعارف عليه بشكل عالمي بشكل عام. أستاذ حمزة، المحاسبة في العمل المؤسسي ذات النفع العام هو أهم من العمل المؤسسي الاقتصادي. صحيح. لأنه العمل الاقتصادي يكون شخص واحد هو مسؤول عنه وراح يتابعه عن قرب، بينما المؤسسات ذات النفع العام الوارد مالته يكون من أكثر من جهة.
فأكثر من جهة تحرص أن تطلع على كيفية سير المساقات الحسابية داخل المؤسسة حتى تضمن أنه تبدي العمل معها مالياً وتوفرها لها. صحيح. ولذلك يعني هي أهمية المحاسبة بشكل عام، لكن هما بشكل خاص للعمل ذات المؤسسات ذات النفع العام. يعني هنا في خصوصية كبيرة جدا أهمية عمل المحاسبة. وعشان أخبرت من الجو كده بالضبط ان الدكتور هاني جنبه تعبكم فيه هعرض عليكم فيديو الصوت اخوانا بتوع التشفت بقى يقول كلهم محاسبين زي حالاتك كده. شوية ونتكلم حد يقول لنا نضيف الجزء اللي شفناه من الفيديو ده حد يقدر يعلق عليه ده فساد ايه؟ عدم شعور بالمسؤولية مجرد الأوراق موثقة وموقعة خلاص بيمشيها بس هو لازم ينظر يعني ما انه يقول أنا ما بيهمني خلاص ما دام مضبوط بمشيها لازم يفكر هذه مسؤولية أموال مؤسسة لازم يحافظ عليها ويعرف أنها صرفت بشكل صحيح وليس مجرد صرف وخلاص هم على فكرة موظفين في مؤسسة يملكها شخص وفي مدير هنكمل إن شاء الله اللقاء الجزء اللي احنا شفناه تفضلي بصراحة أنا يمكن ما أعرف هما كانوا يحشون على البلاط على هيك شيء اتوقع انه صار فساد انه كان المبلغ صحيح. المبلغ اللي خلوه اكثر من اللازم عفوا هو مو المبلغ هم حطوا الفساد وانما هم سكتوا عن الفساد هالشيء لان هي الاوراق امامهم يقول لك انا مسؤول في الاعلى مني اشتغل فيها فانا كمان بمشيها بس هو اذا كمحاسب ومسؤول بان الصرف صحيح وليس مجرد الصرف مكتمل يعني خلاص هو المسؤول كان يقول لهم انه البلاط هالقد ما يسوى ايه فلازم هو يرفض هذا الشيء حتى اذا هو متكامل ما انه هو يعني اذا ناس بترمي الخطا يعني
دائما بيقول انا ما بيهمني وما بيشيل هاي المسؤوليات، فهذا هو سبب الفساد في المؤسسات. احنا عندنا يعني هنا تفضل. هو اهم شيء في المحاسبه لو وجود الامانه عند الشخص، اذا توفرت الامانه عند الشخص فالعمل يمشي بشكل صحيح. المحاسب هو صمام الامان في كل مكان، ليس في المؤسسات المجتمع المدني او غيره. فالمحاسب حقيقه اذا كان ضميره حي وعنده ويعمل بامانه فيمشي العمل. عدد ذلك كلام صح. احنا عندنا هنا فساد اداري، في فساد اداري من الموظفين للموظفين اللي هم سمعوا تركين الشغل قبل التوقيت على حساب اداري، والمتسكرين هم على فساد مالي. فساد المالي اللي هو تكلفة بلاط لمحضر يعني جدة أو أبو صاحب العزبة أو المؤسسة اللي هم علمين عليها. نكمل الفيديو على بس الصوت ونحاول نعمل الصوت شوية إن شاء الله، حتى بس كل بس تتعلم شوية مثلا. اتصلت بناس فردت عليها، احنا كان واحد بيعلمهم عصف عود، اتصلت ردت زوجة ابنه فانا صرت زعلان شويه، فبتقول لي مالك يا ابني؟ قلت لها والله عاملين مشاكل كتير مع الاجانب في المانيا. قلت طب وانت مالك؟ هو انت اجنبي؟ طب فكره الاجانب نكمل المشكله. Thank you.
كذا لان اول وشي كذا لان تاني وشي كذا لان تالت وشي كذا وبعد كده مش لقيت 92 جنيه لقيت 192 جنيه كمان كده تبقى مجموعه. انت كنت مسافر فين؟ ايه في محل تجاري. ثم تصور حضرتك لما هيجيلي هناك خروف ب 18 جنيه وما اعرفش كام قرش وكام ليه. طب ودي كان يعيش ازاي؟ لا انت منين؟ لا قوي 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 حجمه ومحنه وكعبه لاكل وشرب الخروف. حكيم بيطري لعبايه بصحه الخروف. مسلم لعباقه شعر الخروف. اظهر عليك انك ضليع قوي وكده وكل شغل. زي ما عامل المغطى الناظر الوقت يتوقع حاله الشخص. ايوه. لا يا فندم مش موجود. يسال على مين؟ على شيخ المنصب بتاعي. شيخ المنصب ده كمين؟ ناظر الوقت. ايوه. انا ناظر الوقت. مين علق على اللي شفناه ده في الدنيا؟ بالنسبة للمقطع اللي هلا شفناه، أنا برأيي إنه المحاسب أو اللي بيشتغل بقسم المالية بأي منظمة أو بأي مؤسسة هو أدرى بالتكاليف، خصوصا إذا كانت عنده شوية خبرة بالمجال اللي عم يشتغل فيه. وهو إذا مثل ما تفضل الأخ هون، إذا ما عنده ضمير بالشغل ممكن يلاقي أكثر من طريقة لحتى مثلا خلينا نقول يسرق فيها أو يخلص مصاري ويتعاون، مو يتعاون، يتفق مع الموردين مع المتعاملين مع أي فساد المال ليس بالضروره ان يكون هناك فساد اداري. فلذلك من اهميه بمكان ان المدير او القائم على العمل في اي مؤسسه ان يكون عنده الادوات التي يستطيع بها مراقبه العمليه المحاسبيه بشكل عام بدون الدخول في التفاصيل. يعني لما يتعرض عليه الميزانيه، لما يتعرض عليه مستند، ازاي يقدر يراقب ويشوف ويتكلم فيه ويناقش المحاسب فيه، فطبعا غير المراجعات الداخليه او المراجعات الخارجيه. اهداف المحاسبه مين اخوانا اللي بتقعد تشكك فيهم؟ انا عايزك تطلع بشكل نتكلم في اهداف المحاسبه. أخبرني تشتكي في بيسألني
أهداف المحاسبة. يعني مين يقدر يبدأ من أهداف المحاسبة؟ فن الأيمين على الأعمال. أهداف المحاسبة هي إذا عملت ميزانية تقديرية وتخمينية لأي مشروع فيها مصاريف إدارية بنسبة معينة حسب المشروع، وفيها الميزانية في المشروع نفسه لأي غرض محدد مبلغ المقرر إليه، فمطابقة المصاريف الفعلية التشغيلية مع الميزانية التقديرية، ويطلع العجز أو الفائض من خلال الكشف اللي عنده المحاسب في نهاية المشروع. تحديد نتيجة الأعمال، حضرتك قلت ده هو تحديد نتيجة العمل المحاسبي سواء عند فائض أو عجز. طبعا في المؤسسات ذات النفع العامة ما بنتكلمش عن الربح والخسارة، احنا بنتكلم دايما عن الفائض. فلما يكون عندي مشروع مخصص له مبلغ معين في مدة زمنية محددة بيكون إن عندي فائض، وطبعا ده له معالجة محاسبية، يا إما برجع للجهة المانحة أو بيتم استغلاله في بروجكت أو مشروع آخر مكمل للمشروع التابع. العجز طبعا في العادة بيكون هو إشكالية تنفيذ، إشكالية تنفيذ. والعجز في الحقيقة يعني في معظم المشاريع كل المشاريع يترتب عليها التعامل في المستقبل مع أي مشروع. فلما بنتكلم من جهة المانحة كمؤسسة مانحة هي يعني نجمع تبرعات ونعطي الفيلد أوفيس، أهم شيء إنه يكون 5% 10% فروق يكون شيء مقبول في خطط التخطيط. الهدف الرئيسي من البرنامج المحاسب هو تقديم التقارير الموثقة التي تؤثر على اتخاذ القرارات في المؤسسة، سواء كان في عجز أو في ربح. في الحالة المؤسسة راح يعني تؤثر على قرارها في فتح خطوط أخرى، يعني هاي في للمؤسسات الربحية الإنتاجية مثلاً. صحيح. فهي التقارير هي الهدف الرئيسي من المحاسبة. يعني احنا بنتكلم هنا عن اهداف المحاسبة، ده مش بنتكلم في كل الاهداف، احنا بناخد يعني اهم الاهداف تقريبا. تحديد المركز المالي. ايه المقصود بالحفاظ على المؤسسات المؤسسة من الضياع؟ أو الكيفية، إزاي نحافظ على المؤسسة على ممتلكات المؤسسة من الضياع؟ من الناحية المحاسبية. في سجل الموجودات الخامسة. الأصول. الأصول الخامسة نعم. توضع تدون في هذا السجل وقيمها قيمة الشراء، ثم بعد ذلك في نسبة الإيثار سنوية. الإيلات. نقص من عندها وإلى مدة 10 سنين. بعدين تقيم إذا سيبقى منها صفر أو ألف يعني مبلغ معين يعاد تقييمها في لجنة تقوم بإعادة تقييمها. يعني دي آلية من الآليات للحفاظ على ممتلكات المؤسسة من الضياع. ممتلكات بنقصد فيها هنا؟ أصول الثابتة. الثابتة أوكي. إحنا عندنا أصول ثابتة وأصول متحركة وحقوق ملكية. هذه الأصول الحفاظ على هذه الأصول يتم من خلال ما يسمى بعمل العوائل والجرد. يكون عندي جرد يحدد القيمة المالية، يحدد قيمة الإيلات حسب نوع كل أصل من الأصول، وبناء عليه لا يخرج أي أصل من الأصول من القوائم المالية للمؤسسة، لأن بيبقى قيمة رمزية زي قلنا دينار. طول ما القيمة الرمزية دينار موجودة في القوائم لا يمكن بأي حال إخراج هذا الأصل. الأصول الثابتة لا يمكن أصلاً نقلها إلا بالعقود، هذه أمرها صح، والحفاظ عليها بيكون من خلال عقود ملكية والتصرف فيها صعب، لكن بيكون التصرف دائماً في الأصول المتحركة. فمن أهداف المحاسبة الحفاظ على ممتلكات المؤسسة من الضياع بالآليات المعروفة المحاسبية.
توفير سجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تدخل إلى المؤسسة. يعني احنا عندنا في كارولاينا لابد من حفظ السجلات المالية بشكل كامل لمدة لا تقل لمدة 10 سنوات. 10 سنوات يعني من حق جميع الجهات اللي هي مراجعة عندنا في كارولاينا هي تراجع علينا وترجع إلى 10 سنوات. وكان عندنا مراجعة في القيادة الإسلامية عام 2013 راجعوا 5 سنوات مراجعة كاملة وراجعوا 5 سنوات مراجعة جزئية من 2008 ل 2012 مراجعة كاملة ومن 5 سنوات اللي قبلها كانوا راجعوها مراجعة جزئية عن طريق البيانات. يبقى من أهداف المحاسبة إن يكون عندي سجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية التي تقوم بها المؤسسة بهدف ايه؟ بهدف الحفاظ على مش فقط الأصول، المراجعة من أي جهة مانعة تستطيع إن هي في أي وقت تراجع أي مشروع، مش تيجي بعد سنة سنتين تقول فين أوراق المسؤوليات المشتركة؟ طب فين القوانين المالية؟ طب فين القيود المحاسبية؟ طب فين المستندات؟ لا ما ينفعش طبعا. هذه من أهداف المحاسبة. في حد عنده أي تعليق أو سؤال؟ الأصول المتحركة كمثال سيارات أصل متحرك، محياتي بالأساس أصل متحرك، الوترات أصل متحرك، صحيح؟ هذه كلها أصول متحركة. حقوق الملكية بتكون مثل برامج، مثلا برامج كمبيوتر، برامج محاسبية، هذه حقوق ملكية. الإغاثة الإسلامية مثلا كاسم شهرة المحل مثلا، صحيح؟ شهرة محلية قيمة، حقوق ملكية. هذه اللوجو مع عفوا السيارات والكمبيوترات والأثاث أصول مو متحركة ثابتة. لا متحرك، المتحرك نقصد به التي يمكن نقلها من مكان لمكان. الأرض والمبنى هذه أصول. يعني مو القصد المتداولة المتحركة. ألمانية 33 سنة في ألمانيا، فربما التعبيرات العربية أخطرت عليها. هي اسم صحيح أنا قلت من التداول. نعم. المشرع الأوروبي يعني جدا متطور، بمعنى ان القانون يتغير بشكل دوري بما يتناسب مع العصر. الان يعني المستقبل خلاص موضوع الاوراق فوق، بس مش كل في اوراق، تبقى كل ديجيتال، كله نظام حفظ ملفات سوفت كوبي.
ما في موضوع الورقي تقريبا في المانيا بدا يندثر. حتى في تبادل الفواتير، تبادل الخطابات، الفواتير الان تكتب بدون توضيح وتكتب عباره فقط تحتها ان هذا المستند تم عمله الدكتوريا وهو صالح بدون توقيع. فطبعا المفروض يعني يكون التطور. واحنا مطالبين بتقديم مالي للرقابه الماليه اللي هو الضغط المالي كيف سنويا تقرير مالي نزود للان جي او عن طريق الضغط المالي القانوني وضغط حسابه وضغط عليه وصدق عليه ونعطيه النسخه ووثق الصور والكذا كفاءه سنويا. هو طبعا في مكان الان في طريقه حفظ طبعا هو في مكان حفظ المستندات ليس فقط القانون اللي هي عباره عن زي موجز النشر ان المستندات فيها تفصيل. انا بنتكلم عن القوانين الماليه هيكون عندي ميزانيه حساب ارباح وخسائر حساب الاهداف الاصول سواء متداوله او الاصول الثابته او المتداوله. طبعا كده الاهداف المحاسبه. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي تعليق اضافه؟ Here is the question. انا ممكن اشرح لك بالالماني لو ينفع. اوكي هبقى ترجمه لك بالالماني. ايش كان ايش دويتش سبريكن؟ السؤال حسب حسب الاخ اللي سال يقول احنا يعني كل سنه لازم نعطي تقرير مالي للمنظمات بدون اوريجينال دوكيومنت وانت تحكي على الكترونيك سيستم بهالحاله شنو الحاله؟ يعني هو المتعارف عليه حسب المتعارف عليه بالدوله اذا كان القانون يعني بيسمح بنقل الانكسوفت كدوكيومنت اي دي او الكمبيوتر او بي دي اف او ما شابه ذلك خلاص ما في اي مشكله. اما اذا كان المشرف في اي دوله يقول لا لابد ان يكون مستند ورقي يعني في زيت موجود قدامي لابد ان احتفظ به بهذا الشكل والمحافظه عليه. فهذا الامر يختلف من قطر لقطر ومن بلد لبلد يعني حسب كل دوله. Things I think you can depend on it, but the other PDF, other things, even like many huge programs, we have been cracked, and easily can change it, the signature, the amount, the whatever you want to change, it's easy to change with computer. يعني نفس ال نفس ال
نفس السؤال بيقول حالة أنت تقول لازم نخلي كود على برامج بيقول بس أكو برامج مساعدة اللي يساعدك على كسر الكود. أنا فهمت الكلام. أنا حضرتك حاجة مهمة جدا. التلاعب في المستندات بأثر رجعي يعني تقريبا شبه مستحيل من الوقت. لأن أنا عندي قوائم مالية وقيود محاسبية. قوائم مالية وقيود محاسبية إن شاء الله يعني هعرض عليكم شيء من البرنامج بنشتغل به برنامج اسمه داتف. البرنامج بيسجل جميع الخطوات المحاسبية بالثانية يعني التوقيت. لو تم تغيير قيد محاسبة أو مثلا البرنامج بيحتفظ بكل الحركات بالدقيقة وبالثانية والتوقيت حتى ما يسمى الشفاعة. لابد نعمله انه عندي امكانيه لتغيير الكود المحاسبيه تقول ما انا ثبتهاش في الجورنال. موعد تثبيت القيود المحاسبيه في الجورنال يعاقب عليه قانونيا، بمعنى ان لابد من اقفال القيود المحاسبيه شهريا بما لا يزيد عن 10 ايام 15 يوم يعني شيء في من المرونه القانونيه. لكن اكثر من كده يعتبر انك هناك تلاعب محاسبي. فالبرامج الان المحاسبيه متقدمه جدا بتحكم عمليه التزوير في البي دي اف زي ما بقول. الامر الثاني ان معروف ان البرامج المحاسبيه المتقدمه الان هي الدوكيمنت اصلا بي دي اف بتدخل البرنامج نفسه. يعني بتكون هي جزء من البرنامج نفسه. بيتعمل لها رخ بيسموه ابلود وبيحتفظ بها البرنامج نفسه. فارفع رقم القيد المحاسبي طبعا المساله في نفس التوقيت. فعمليه التلاعب في البي دي اف كدوكمنت او هذا امر صعب جدا في وزاره المحاسبه. ربنا يحفظك. في الطلبة كده من كل ما استفاد
موظف المؤسسة يكون عندهم نوع من الموتيفيشن مشجعين إن شايفين مؤسسات بتتطور بناء على العمل المحاسبي يكون عندهم نوع من تشجيع العمل والاستمرارية في المؤسسة. طبعاً المستفيدين نقدر نقول هم كل داخلياً وخارجياً كل من يحتك بالمؤسسة كل من يحتك بالمؤسسة ما بشكل عام. أنت عنده أي استفسار أو سؤال؟ هنيجي الجزئية بقى أخونا في البداية اتكلم عن الأمانة الأمانة المحاسبة عشان نحن مهم جداً نتكلم عن أهمية تأهيل المحاسب. أخونا ذكر الأمانة حد تاني عنده إيه أهم الأشياء المهمة لتأهيل المحاسب عشان يكون عنده محاسب جيد؟ آلية التطوير يكون عندك آلية للتطوير آلية للتطوير بالتدريب آلية التطوير عن طريق التدريب الإخلاص والأمانة هم يعني مكملين لبعض يعني الإخلاص هذه المفروض تكون عندنا في كلنا مدير ومحاسب ومدير إخلاص في العمل ما يمشي على وجود متابع مرشح على الدائرة. لابد يكون عندي نظام عشان المحاسب يكون جيد. يكون عندي نظام مراجعة أو نظام مراجعة داخلي ليس للمراقبة ولكن لتطوير العمل. في فرق بين يكون المراجع هدفه استخراج الأخطاء وتتبع الزلل. وفي فرق بين يكون هدف المراجع ان هو التقويم والتشقيق والتعديل والتدريب والتطوير جميل جدا. والاصل في العمل المراجع عشان انا اهل المحاسب اصل العمل المراجع لتأهيل المحاسب ان يكون عندي ثقه ما اروحش معاك لسوء ظن مبين واتتبع العوارض. الاخطاء عندنا في المحاسبه المهمه حقيقه مهم مهم جدا أخطاء متعمدة دي طبعاً هنبقى داخلين زي الفيديو اللي شفناه دي أخطاء متعمدة لا هوادة فيها ما فيش فيها طبعاً ما ينفعش فيها إلا الأخذ بالقانونين. الأخطاء المتعمدة دي أخطاء بشرية ما في أي إنسان يعني يكون عمله كامل كمان الناس كلهم فالأخطاء المتعمدة الأخطاء غير متعمدة والخطأ عند فيه خطأ يترتب عليه أمور مالية وقد يترتب عليه أمور إدارية بمعنى يكون خطأ في التشكيل في القيد المحاسبي يعني بدل ما يحمله على أفراد يحمله على مصروفات كتابية أو مطبوعات لا يؤثر في النتيجة النهائية. ده في العادة نتكلم عنه المراجعة الواحد يعني ينبه المحاسب عليه من نوع من التطوير وليس يعني اخذ القرار او يكون فيه عقوبه يعني المحاسب في اي مؤسسه ذات نفع عام من اهم الادوار اللي تقوم بها عرض القوائم الماليه والدم الوعاد للمشاريع ولذلك المحاسب ليه بنتكلم في الجمعيات ذات النفع العام ان دور المحاسب دور محوري وجوهري لان انتهاك المانحه هي في العاده التقارير الادبيه لا تعنيها الا بشكل محدد جدا اما التقارير الماليه هي اللي بيتم وضعها تحت العدسه المكبره ويفحصوها فحص ابتداء من المستندات وانتهاء بالقوائم المالية. ولذلك تأهيل المحاسب
مهم جدا لجلب التبرعات للمشاريع. المحاسب عشان اعمله نوع من التأهيل مهم يكون عنده نوع من الحيادية. الحيادية يعني ايه؟ من الحيادية عدم الانحياز عكس انا انا كاتب انا كاتب مثال على مثال هنا تقطيع الشقق مثلا. تخيل لو واحد محاسب في المؤسسه الان هو المفروض يوقع الشباك والمدير يجي يغصبه المدير يقول له لا لازم توقع الشقق. المحاسب مهم جدا ان يكون شغلته مهمته فقط العمل المحاسبي وليس من اختصاصه عمل النقل او التصرف النقل. يعني شيخ كده هو ما يمسكش فلوس في ايده ملوش علاقه بالفلوس كمكان يمسكها في ايده هو له يقول له انا عندي في الكذا مبلغ كذا انا عندي اعتماد بمبلغ كذا يجي المدير يقول له عايزين نعمل كذا يقول له انا ما عنديش اعتماد بمبلغ كذا ومين اللي يطلع الشيك في المدير مش هو مسؤول خالص عشان يكون عنده نوع من انواع الحياديه التامه ومفيش اي نوع من الضغوط عليه مش هتقدر تضغط عليه لان الضغط على المحاسب او اللي كان في علاقه بين المدير والمحاسب هتبقى عندي اشكاليه كبيره جدا في النتائج النهائيه. في اي مؤسسه من المؤسسات عندنا في المانيا بشكل خاص يعني اول ما يجي مراجع يسال سؤال طريف قوي بيقول له انت في علاقه قرابه او نسب او مصاهره بينك وبين المدير؟ ده اول سؤال. لو قال له ايوه يبقى عندنا مشكله. عندنا مشكله كبيره خالص. لان في منافع مشتركه وممكن يكون في مصالح مشتركه ما بين المدير وما بين المحاسب، ولذلك يعني من اكبر الاخطاء اللي تقع في اي مؤسسه ذات نفع عام ان هي ما تحافظش على الحياديه عدم وجود قرابه او شراكه او مصادره. أو مصالح مشتركة لأن ده من أكبر أسباب الفساد المالي والإداري في المؤسسات ذات النفع العام. إحنا عندنا مشكلة في الاختيار بصراحة في المؤسسات الفيلد أوفيس اللي بيعملها في المجال العربي إحنا الثقة والآمن الخبرة. إحنا الثقة والآمن الخبرة. طيب اهل الثقه الان هم هيبقوا بقى قريبي ونسيبي وجاري دول اهل الثقه بصراحه كلهم انا واثق فيهم ودول اخواتي واللي بيحبوني و و و قلت لهم انا اهل الثقه. طيب انت لازمان اثنين مع بعض الخبره مع المراقبه اهم الف مره من الثقه. الخبره مع المراقبه لان المراقبه هي اللي هتولد الثقه. المراقبه الصحيحه يعني انا لما يكون عندي يعني في المانيا اول مراجعه يعني جت لي كانت سنه 2002 من الاغاثه الاسلاميه ورجعوا من سنه 1997 لغايه 2001 دي اول مراجعه. طيب لما اول مراجعه مرت على الاغاثه الاسلاميه والحمد لله يعني ما وجدوا عندنا اي خطا محاسب اطلاق اي خطا محاسب ما وجدوه طلع اخطاء ربع صفحه تقريبا بنشكركم على كذا وكذا وحساباتكم كده انتهت لغايه عام كذا بشكل نهائي ومجلس الاداره معفي من كل المسؤوليات القانونيه. طيب ايه اللي تم بعد الموضوع المراجعه دي بالنسبه لهم؟ انا بقى في ثقه فيا كمحاسب داخلي بقسم المحاسبه عند مجلس الاداره او مجلس العملاء وعند المدير. ممكن قبلها هم يثقوا فيا بشكل محاسبي باللي بيشوفوه لكن منين جت الثقة؟ من المراجعة. لأن المراجعة هي محل الاختبار أصلاً. بدون مراجعات وبدون مراقبة يعني تصبح الثقة يعني نسبة التمييز طول السنة تقول أنا بذاكر وأنا شاطر وأنا 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 وفي آخر الامتحان يوقف. يبقى من أهم أمور الاختيار في معايير الاختيار الكفاءة. الكفاءة بدون بغض النظر عن العرق أو الدين أو اللغة أو الجغرافيا مكان الجغرافيا يعني
العبادة الإسلامية في ألمانيا بتتميز، عندنا ألمان وعندنا عرب وعندنا تقريبا كل الطيف اللي موجود في المجتمع الألماني موجود داخل العبادة الإسلامية. يعني في التعيين انتوا ربما اخواننا الإغاثة في العراق كنا يعرفوا الأخ محمود المدهون، الدكتور محمود المدهون، في آليات واضحة وتعيين الأفراد المؤسسة، الآليات دي لا تحابك. يعني ما فيش حاجة اسمها واسطة إن واحد يجيب من والله واحد مقدم الوظيفة الفلانية وعشان خاطر وصلنا محتاج بالشغل، لازم أنت عارف ظروف البلد والوضع البلد وفرعون، فأخونا بقى ياخد بعين الاعتبار. وفي بعض الإعلانات بتكون على فكرة متفصلة تفصيل في المادة، للأسف يعني دي مرض من الأمراض اللي موجودة عندنا. فأنا بقول يعني ليه بشكل خاص هذا الأمر لابد مراعاته ومراعاة تامة في العمل المؤسسي، لأنه من أخطر الأمور لعدم الثقة للجهات المالية. كل جهة مالية استشعرت أن هناك وجود قرابة أو نسب أو مصاهرة أو شراكة من أي نوع، يعني بيترتب عليه عدم ثقة في المؤسسة كلها بالكامل، وبالتالي هذا أمر مهم جدا جدا أخذ بعين الاعتبار. وبس النقطة دي معلش فرق بيني وبينك أن أنا مكرسون وانت عبدالوهاب. مكرسون زمان لما تغني كانت تجيب أخذ الصالة، ونعم المهدية لما تلين تجيب أخذ الصالة. محمد عبد الله كان ينخع، فينخع عينيه طلع كلام بره جيب اخر الصاد. انت هتجيبي فين؟ اخر الصاد. خدت بالكم؟ كان زمان من النقطه اللي بتكلم فيها مهمه جدا جدا. كلامش راح فين بتاع دي؟ لا المهمة اللي انا دخلت فيها ليه؟ ان خطورة القرابة في المؤسسات المتسجلة الجديدة ده معتبر حد احمر، حتى لو مش هتجيبي الا الباتشا بتاع كل باشا ولا ايه؟ مهم جدا جوز بنتي، جوز اختي، جوز خالتي، ابن عمتي، ده ما ينفعش. جارنا ولا مالي بقى. لا احنا لا نتدخل في السياسه، نو بوليتكس. الكاميرا دوار. فالكلمه اللي يمكن اكون اتكلم عليها بمنتهى الهدوء دي لابد ناخدها بمنتهى الخطوره، لان دي الميزان، ميزان القرابة في العمل، ميزان القرابة في العمل. معانا حمادة؟ أول حمادة حد يدلعه، بس حتى مراته ما بتدلعه. هو بتجوز واحدة مصرية بتدلعه بالألماني. ألمانية بتدلعه بالمصري. صح. تقول نكت مصري. معانا؟ يلا. أنت ما كنتش مصري على الأقل. خلاص كده الدكتور ثبت النقطه. على فكره عندنا ممنوع اصلا التقدم من الوظيفه، يعني لو انا شغال في الرئاسه ما ينفعش مرات اتقدم على اي عمل، خلاص الموضوع مقفول، ابني مقفول. في المانيا من الحاجات اللي بعتبرها ايجابيه جدا ابني المفروض الوقت يعمل 3 ايام تدريب في الثانويه كنوع من انواع بيسموه يعني التعرف على السوق، سوق العمل بشكل عام. فالمفروض يختار 3 شركات مختلفات انه يتدرب فيها. طيب انا عندي مكتب كويس قدام اخد ابني الربع عندي، واذا كنت حرامي عندي منك السرقه ففرصه معضله. ممنوع في المانيا ابني ممنوع يتدرب في مكتبي، ممنوع يجي في مكتبي اليوم اللي هيتعرف عليه على الشركه لان انا ابوه. يعني هيجي يتدلع الوقت يتدلع في اليوم كده ويقعد كام ساعة وبعدين يروح يتدلع؟ هو لازم يختار شركة لا فيها لا أبوه ولا أمه ولا أخته ولا عمه ولا خالته
ما فيش اي حد من القرابه فات. من امتى بقى الكلام ده؟ سنه كام سنه؟ 14 سنه. عشان يأصلوا فكره الفساد القائم في كل المؤسسات. انا بتكلم عن شركات قطاع خاص، ما بتكلمش عن شركات ذات نفع عام. شركات ذات نفع عام يقفلوها، يجيبوها كده بالضبط ويفتحوا مقفلينها وخلاص، خلص ما عادش موجود. فانتهى الفكره الواضحه، وضحت الفكره وان شاء الله تكون ثبتت عندكم. انا شكلي هسرع لان انا بزعل اول ما حد يجي بصراحه. صحيهم النقطه؟ انا عايز اصحيهم اقول لهم عرض الفيديو ولا اعمل ايه؟ لا انت اغاني. طيب احنا بنتكلم في المستندات، ولازم اختنا بقى يعني تقول لنا موضوع المستندات. المستندات دي اكبر مشكله بتواجه اخواننا في الفيلد اوفيس. كلكم عارفين موضوع المستندات. السؤال هنا، انا ما عنديش كل الامكانيات اللي حضرتك بتتكلم عليها. بالك وبشتغل في قرى ممكن لسه انقطعت، وبشتغل في مناطق نائيه نائيه نائيه. يعني ازاي اوثق، كيف اوثق، كيف اوثق الصرف اللي قد يصل الى عشرات الالوف او مئات الالوف او الملايين، سواء كان في افريقيا قريه او في الصومال او في سوريا او في اربيل. لا سهل خرجنا بره. خرجنا بره. لا خرجنا بره. يعني نروح سوريا مثلا، يعني ما فيهاش حكومه ولا بلديات ولا اي شيء. ده السؤال. احنا بنسافر لان انا بيقولوا عليها ما اعرفش هتكون فين في المنتجع الاعلامي. اسمها دوكمنت شوبفوك، خلق المستندات بالتعبير كده الترجمه الحرفيه صحيح ولا صحيح؟ خلق، عمليه خلق المستند. ازاي تجيب مستند من العالم زي ما بيقولوا، وانت اللي عامله ويتم الاعتراف بيها قانونيا. يعني محدد يقدر يقول لي كده زي ما المستند رسميا محترم. اهم مستند يوثق الصرف هو التصوير. تصوير الموقع وتصوير الناس. التصوير يحتاج لإذن. التصوير يحتاج لإذن، لازم أستأذن الناس، لأن في أوروبا عندنا حقوق الشخصية مقدمة جدا، فالصورة لابد من الإذن. ولكن هو تصوير صورة. طيب. طب الصورة وحدها من صورة، طب ممكن آخد صورة كده مع ان شاء الله اخد صورتين برا واحطه تحتهم كده ان تم صرف ما اعرفش 200 يورو لما اعرفش عمل ايه في جهاز الصوره. بعدين سهل الصوره بس بوثق تقارير حتى اذا مثلا المجتمع طلب الى الاستاذ هاني بالمنطقه دائما، وهم ممكن ناس ما بيقدروا مثلا يوقعوا ما يقدروا يكتبوا، فاكيد انا في عندي كادر بكلجنه توثق هذه هذا اللي صار. لجنه هي انسيني بقى، انا عايز اسمع على كلمه لجنه. الله يفتح عليك. لكي لا يكون لجنه يعني متحيز في الصرف او فساد، يعني ما يكون اثنين ثلاثه. اللجنه داخل ثلاثه. انا لو هتكلم في عضلات، يعني انا بتكلم ان انا هجيب لكم مثال بسيط قوي. انا دلوقتي رحت في منطقه مهجوبة ما فيها حرب، وأعطيت لأفراد تبريين إعانة سواء كانت نقدية أو عينية. أقسمها إزاي المستندين؟ حد يقدر يقول لي إزاي أقسمها المستندين؟ قول لي السؤال ده كده عشان سؤال تاني عشان الدكتور هاني اللي هو شكله ما شاء الله ما فهمتوش. لا ده أنت عارف أنت ده. السؤال مرة ثانية، أنا في منطقة منقوبة بها حرب ودمار، وأعطيتني فرد طبيعي، شخص طبيعي مش اعتباري يعني مش مؤسسة، شخص طبيعي إعانة مالية نقدية أو عينية، إزاي أقوم عملية خلق المستند؟ أنا عايزكم تفكروا كده بقى وإيه؟ طب أقول إزاي أعمل المستند بالموضوع ده؟ المستند ايه؟ احط قدام مراجع في المانيا يقر بدون اي
مشكلة. فيديو؟ ممكن نحط عليها شروط؟ فيديو؟ احنا قلنا التصوير يحتاج لإذن بالذات في أوروبا، مش من فيديو. الفيديو هو جزء، لكن جزء مكمل ممكن. شروط من مين؟ ما ممكن من مين؟ شروط صوت. ترتيب صوت ريكوردر. اها. واحد يؤيد ما تم صرفه على الشخص. يعني احنا سمعنا عرفت شوية. احنا شخص اعتباري، أول حاجة الشخص يعني يكون هو انكشف الأسماء مع هويات أو الله. ترفق مع الكشف وتؤيد من قبل المختار أو وجهة المنطقة، وجهة المنطقة. طيب ما عندوش بقى إنك تقطع حرب ولا في المختار ولا في لا اسم الاسم لو اسم الاسم اسم الشخص بعدين بيانات شخصية مع آلية تواصل يعني ممكن نقول بيانات هوية احنا نكتب الاسم ممكن يكون وصل اسم الحارة اسم الشارع اسم المنطقة الحي اسم المدينة اسم المدينة اسم المحافظة اسم الدولة يعني كلما كثرت البيانات عن الشخص كلما كان هناك مصداقيه طبعا هي قله البصمه ممكن ابصمها لان البصمه صعبه يعني هذا مستحيل تصورها على جيبك بصمه كانت تغير بصمه كانت تغير البصمه الفيديو هو يكلم هذا الكلام يعني اذا كان عندي هذا الكلام فيديو يكمل او صوره تكمل لكن ممكن جدا يكون عندي منوع من المساعده اذا كانت مساعده نقديه مساعدة نقدية بالعملة والقنفة أي مساعدة عينية مساعدة عينية حتى بنوع المساعدة العينية عم تتعطين اديته لحوم اديته رز وسكر اديته بكتبها بنمر اديته كمية قد ايه التوقيت مهم حتى بالتوقيت امتى والتاريخ العمل مع الجهات المسؤولة مثلا إذا مرت الشرطة طبعا احنا بنتكلم عن منطقة مكتوبة ما في حرب مسلح رايحين منطقة مكتوبة ناس سيد بيوتنا وما عندنا إمكانية خلق مستند إلا بهذا الطريق. بس أكيد قبل دخول هذه المنطقة يتم التنسيق مع مكان مع أهل. يعني أنا بفترض الآن أن دائما في ألمانيا بفترض أو أراعي كجهة مانحة أن الفيلد أوفيس أو إخواننا اللي بيعملوا في مجال التنفيذ في أسوأ الظروف. فأنا لما يكون هناك تنسيق هتبقى تسلم ما عنديش مشكله في المستقبل لازم يكون التنسيق لان دخلت المنطقه بدون تنسيق فتعرض لمشاكل يعني خطوره عليك وعلى الفريق اللي معك صح بس في حالات emergency situation يعني حالات اضطراريه يعني يكون مش بيت طيب تونايت هذا الحال هو الاتصال من ضمن هاي الاتصالات اذا ما هو يعني أنا ركبت تاكسي بالصمار زائد من المستوى سوري قبل ما تسعى التاكسي خلاص سيبنا التاكسي احنا نحكي في الواقع نعم صار عندنا توزيع بعد تحريم الوصول بيوم واحد الناس اللي نزحوا ما كان معاهم اي اي دي كارد بهالحاله تقول والله ما اوزع لي ما عندي اي دي كارد لا لا السؤال فبهالحاله شو الحل؟ انك تعمل قائمة باسماء الناس اذا استطعت انك تبصم كل واحد جنب الاسم بتاعه تبصمه وانت كمل البيانات اكتب التاريخ الساعة المكان والمكان كل مكان تفصيل من كل مكان جيد يعني تكتب اسم الحارة الشارع الحي المدينة المحافظة يعني كلما كانت المعلومات من الأصغر للأكبر كلما كان هناك نوع من المصداقية. عدد المستفيدين وكم؟ عدد المستفيدين الكميات. ممكن وصل استلام أخذ معي يعني كل شخص يستلم هو يوقع. يعني إذا كان هناك هذه الإمكانية يعني أنا أتخيل الآن إخواننا رايحين بعربية فيها بطاطين والجو برد جدا والناس واقفين في البرد وبتوزع عليهم بطاطين. يعني أنا تقعد تقول لهم والله تعالوا طلعوا الهويات الناس ميتة من البرد وأطفالها وكذا. انت تعد فقط تعد بسرعه وتكتب اسماء وبسرعه يلا خلص وتعمل مستند هذا واقع
يعني المشرع الأوروبي أو المشرع في ألمانيا بشكل خاص بيراعي الحالة الإنسانية العاجلة وبيراعي أيضا الوضع اللي بتعمله فيه. فأنا عملية خلط المستند عملية خطأ غير قانونية، يعني هي حتى اسمها عندنا اسمها دوكمنت شوب، هم مسمينها كده. إزاي تعمل مستند لمصروف صحيح تم في ظروف غير طبيعية؟ طيب اللوجيستكس يعني النقليات، المصاريف، الاتصالات إذا صارت بمناطق يعني منكوبة، هاي كيف يعني يتم خلق مستند؟ قلت تاكسي، ركبت تاكسي، احنا بقى نروح على الصومال ونركب تاكسي في الصومال. انا ركبت تاكسي في الصومال اعمل له زي مستند، عايزين نعمل مستند لركوب تاكسي في الصومال، يلا فكروا لي كده. رقم تاكسي خلاص اوكي، احنا خدنا رقم التاكسي. طب مش عندنا رقم التاكسي، ناخد اسم السواق، اسم السواق ورقم التاكسي كويس اوكي. نوع السيارة مش مهم أيوة، أنا في تاكسي خلاص يعني نوع السيارة ربما يعني ما يهم نوع السيارة في الصومال. وصل نعم تليفون تليفون السائق هو يعمل وصل السيارة، هو ما عنده وصل السيارة، شو وصل السيارة؟ طيب أنا ما عايز أعرف إيه في الوصل المكتوب فيه. أها يبقى حتى في المستند مين؟ كده أنا رايح من المنطقة الفلانية للمنطقة الفلانية. أنا نفسي كنت في مراجعة سنة 2010 في السودان، يعني عندي سفر للسودان بقرار من مجلس الإدارة، فما يجي مستند ركوب تاكسي في السودان في التوقيت ده وفي مستند طالع له إن أنا ركبت من المطار لغاية الفندق، ده معقول؟ وسبب الانتقال يبقى حتى في سؤال هنا مهم. تفضل. بس سؤال تعقيب على انه خلق المستند بلا شيء. اسعد حالة خاصة صارت في النازحين اللي بنسحبوا من المحافظات الثلاثة اللي كانت بارزة في الموسم. اغلب النازحين اللي بنسحب ما يحملون اي بطاقة تعريفية. تمام. يعني نسحب فقط في ملابس. وانا عندي دونة. الدونة طالب عندي مستندات. لازم اوزع على هذول الناس. إذا قال ما أجيب من هذول الناس مستندات أو شيء يثبت الوزن، كيف أتعامل في الطريقة؟ إذا ما أجيب راح أخسر الدولار والناس ما راح توصلها المواد اللي أوزع. يعني ما فيش بيت؟ مجموعة تزعل في الشارع. يمكن هناك تفاصيل غايبة عن الدولار، فنحن نشرح تفاصيل الدولار. لا مهما كان الدولار. لأن أغلب الدولار اللي يدخل يقول أنا أبي بس أعطيني شيء أبغى تقنية. بس في حالة العراق هسه في حالة أنا الكل يعرف هذا إنه أغلب الناس الحين نسحوا فقط في ملابسهم. تمام. لأن الهويات والطاقة التموينية كلها يا إما احترقت أو مثلا ذبت أو الجيش أخذها. هاي لأن صادفت إحنا عندنا هاي الحالة مورين بها. فكيف أتعامل مع هذا؟ بطاقتي النازح هو نازح بعد هو صدها أصعب مش مثلا اللي نسحوا من جانب أيمن مال موسى منطقة مثل ما اليمن نسحة بدون أي هوية إلى حمار عليه حتى ما دخلوهم المخيمات، كيف أتعامل معهم؟ هو عندك تاخذ بروبوزال مطار مشروع أنت بالشغلات هاي ضمن البروبوزال عشان نكون على دراية. هنا تدخل الخبرة والفقر. أنت جاك جاك المواد شلون؟ جاك مواد يعني بدون طلب؟ جاك المواد. بس الناس محتاجين وبدون وثائق كيف انت توثقها حتى تكسب الدونة تكسب المتبرع وتصدق وثائقها؟ يبقى ما نقدر نعمل واحد عشان ننظم بس يعني ما فيش الراجل اللي خالي ده ما عندوش حاجه خالص ما عندهم شويه ربك حتى عايزين محتاج. هلا بما انه في دونر وفي نقدر نطلب من الدونر انه يبعث شخص من عنده مثلا اذا كان منظمات على سبيل الافتراض يا الدونر يبعث شخص من عنده المنظمه اضافه لستاف المنظمه المحليه ويروحون مع بعض يعني هاي كمان نوع من الاثباتات انه شخص وياهم كمان ضمان ضمانات نظم. Thank you.
قولي الو ننطي الاشياء الاحتياجات للنازحين وبعد ذلك الكل راح تصير لهم هويات الا نتوقف في وقت لاحق هذا الحل اي مو احنا راح نسوي لهم هويات ندخل بها اسمائهم يعتبرون نازحين داخل كم لهم رقم القيمه المعلومات يعني تحليل كامل وضع والفلكسبيليتي وحكينا عن الفلكسبيليتي المرونه والدنيا هذا يعني هو بالاصل يعرف الى الامرجنسي سيتويشن يعني حاله الصدمه يعني فما يعني وقت خلص طيب بما ان المواد وصلت عندي فاكيد عندي اتصال مع الماني فانا بوضح له الحاله والبيانات او طريقه الاثبات المتوفره حسب الحاله هاي كلامي إني أمن هذا المعلومات إذا توافق وزع إذا ما توافق أوجد البيان بشرح له الحالة نفس السؤال اللي سألته تكتب ليش كل المعلومات كلها ويبصمه وإذا أنت بتوزع لازم أكون عندك على تصوير وأنت أكون تصوير هم أكون تصوير هم التوفيق البصمه 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 استاذ حمزه اذا هذول النازحين دخلوا الى يعني مخيم فالامر يعني اصبح عندنا اداره ربما رسميه يعني معترف بها رسميا انه ممكن نحصل من دوله في الدوكيومنت تأييد انه تم هذا النشاط الاجراء لمجموعه من النازحين اذا كانوا ضمن مخيم يدار من قبل الحكومه المحليه ولا لسه مش مقتنع بالحال استنى الدونر لسه مش مقتنع بالحال كانت دونر تعطيني رايك بهالحال قال لان صراحه احنا تعرضنا كنت ابي اعمل التوزيع ممكن استاذ شمال موجود تعرضنا الى هذه الحالات وعندنا جماعه الماليه يعني يقولون انا ما اقبل اي وثائق تجيني بدون مستمسكات مستندات مسؤوليه فاريد الدونر كانك انت دونر حاليا تعطيني رايك في هذه الحاله طيب عايزين نعرف بس في مستندات رسمية في المستند في العراق في العراق كل شخص يحتوي عنده أربع شغلات هوية حول مدنية بطاقة قانونية بطاقة المعلومات بشهادة السيارة هاي الأربعة هي بطاقات رسمية أي واحدة موجودة تعتبر كافية وثيقة أو مستند رسمي يتم اعتماده من الدولة يعني خلينا نصف الأفكار شوية ونرتب الأفكار إحنا قلنا حملت أسماء الناس أسماءهم بنوع من الأسماء وبعدين اسم المنطقة إذا كان شارع أو حارة أو واسم إذا كان خارة من شارع وبعدين الشارع وبعدين المنطقة وبعدين الحي المدينة المحافظة الدولة بهذا الترتيب طبعاً يكمل موضوع الموسيقى هي التقرير ايه اللي تم توزيعه على الناس اذا كان عيني او ناقبي التصوير ايه البصمة عرف عليها اختنا موضوع مهم جداً كمان الامر الثاني المهم قوي اذا كان هناك اي نوع من التغطية الاعلامية لهذه المنطقة لا بد من الاحتفاظ بالصحف أو إذا كان في فيديوهات في نشرات أخبار خاص بها طبعاً هذه تعضد المستند الرسمي اللي أنت أهمته وهي دليل على وجود المشكلة في المنطقة هذا كله كان في الإطار مشكلة في المستند الرسمي ممكن تضغط عليك الآن؟ استعشمون لأنه هو كان موجود في هذه الحالة كنت كان عنده مشروع في كتب يومياً يوزع 1500 غذائية للعين. نعم. كنا نستعمل الهوية المدنية زائد
قصدي؟ لا ما عن بصمة، بس كل يوم كل يوم كل يوم من إنفاس التوزيع من شيء في ناس يستلم مرة مرتين يسوي بطاقات يسوي بصمة ويمسح البصمة الحالة شو؟ هاي واقع حالة إحنا شفناه وعايشنا. شو المشكلة يا أخي؟ يعني ما كل يوم يعني كان القوائم فيها مشكلة في إعداد القوائم الآن قوائم الناس في البصمة يعني غير هو الهوية ويغير
تعقيبك باعتبار جاي من مكتب عمان بتكفي قانونيا في المانيا ويتم الاعتراف بها محاسبيا وقانونيا بدون ادنى مشكله. طيب انا ركبت التاكسي في الصباح ودكتور ركبت التاكسي في الصباح وبعدين الراجل قال لي 10 دولار اديته 12 دولار. ايه وضع ال 2 دولار دول؟ اكراميه. نعم؟ اكراميه. اكراميه ماشي. تنظيم يعني. يعني ينفع احنا في المؤسسات بتاعتنا في جمهورنا الغازي ان ندقشش على حد؟ لا. يبقى من جيبي. يبقى مهم جدا الامانه تقتضي، انا بقول الامانه تقتضي في عمليه خلط المستندات ان من اي زياده يدفعها الانسان بدافع انساني بدافع رافه بدافع ان هو اصلا جاي من عمل عبادي وبيقف بحال الناس تكون موجود كنش على حساب المؤسسة لأنه هو بيصرف بدون إذن، والأصل إن أنا الصرف لا يكون إلا بإذن أو بقرار، فدي المفروض تكون واضحة إن شاء الله. يعني إحنا دخلنا كده ذهبنا الوقت في الجزء الأول. عايز أعرض عليكم ميزانية الإبادة من 2014 تمنيون درس، فإن شاء الله نقدمها لبعض الجزء الثاني. وبشكركم على التفاعل وحسن التعاون ان شاء الله، ونكمل معكم بعد الراحه ان شاء الله. انا راح اديها للدكتور حسين. تفضل. تفضل. انه على كرسي الاعتراف. حضرتك قاعد ما حد سالك. حضرتك كنت قاعد هنا ما حد سالك. طبعا الموضوع اللي بيتكلم فيه حمزه مهم جدا ودقيق جدا، وقد يكون الناس بتملوا لانه تفصيل. في حاجه اسمها دو ديليجنس، يعني ابحث وفصل ونقط وفي المجلس اللي مرتبط بتطوير المؤسسه، مرتبط بجمع المال، ومرتبط بمحاربه وسائل تسريب الاموال في الاعمال الارهابيه خاصه في مناطق الصراع. فكلما اخذنا كم معلومات اكثر كلما حاولنا اننا ندافع عن الجمعيه اللي نعملها، سواء كان بالبصمه او بالصوره او باليد الى اخره الى اخره الى اخره. فده مهم جدا. ليه؟ لان احنا في وضع غير طبيعي، وضع استثنائي وللاسف وضع ممتد، مش استثنائي لمده 6 اشهر ولا سنه، لا ده ممتد بقى دلوقتي في سوريا 6 سنين. ده رايح كام سنه؟ الله اعلم يعني 2015 وهكذا، ما نعرفش هيمتد الى متى. فارجوكم ارجوكم ارجوكم الحسابات ظبطوها. عمر الحسابات ما تبقى فنجوش. هنجيب لكم فيلم الفنجوش في مرة. في مرة لما قابلك لو وصل بطلت أجيبك. ريحة الحب غيري روح أولى بلحم تور. أشوف وشك تمر وتمر وتمر يا ذهب والباقي كورة. الله. ما حدش يغني معايا. الله العظيم ثلاثة. حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره. يموت هو في عذابي أموت أنا في دفاير. I love you I love you I love you. افتح شباك وفتح. تفهم الجزء فتحة، تقرا عليا فتحة، أنت مسجل؟ لما يهد البروفايل، الأغنية من تراث الشعب العراقي، شفت على قيمة يا أنزل؟ من دار لي ميدي كايرو، nothing in heart غير، you died in my life، بطل ضحك يا جدع أنت، you died in Bonitello, I died in I die in his bonitello. Bonitello? Bonitello? فبالتالي شكوك رب الغني وقبلك ساكن في حي السيدة. برضه كل ما اجي عندك وحكيم ساكن في حي السيدة. اغير بقى. عبد الطالب يا فندم. ها؟ عبد الطالب. لا مش شكوك كان حبيب شغل كايرو. عبد الطالب وعلشان نلقى الرضا يماتي الروح للمرتين.
السيد قال له حافظ كمل بقى. لأن الحسابات مملة ومتعبة لكنها مهمة وأساسية. ولذلك جوع الحسابات النهاردة هنكتفي بيها وهنحكي لك لبكرة الصبحية عشان إيه نديهم حتة ثانية كده. وهنقلكم لغرفة ثانية عشان فيها نور أكتر. اللهم بارك. لأن إيه أنا حاسس كده إن أنتوا إيه خدتوا جوع الحسابات تكفيكوا إيه لشهر. واخدين بالكم؟ وهنديكم جرعة ثانية بكرة عشان ما يحصلكوش حاجة. ممكن ناخده بعد كده على الإنعاش. ها حبيبي مشغول كايرو nothing in hearty غيره فاهم انت ده بالكردي ها ففي فريش من دلوقتي وبعدين تنطلقوا الى الغرفه الاخرى لانها في خضره وفي هواء وفي حاجه كثيره جدا وحذاري انكم لا تاتون بالباشا ابدا مين عارف استنى الباشا بكره لا 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 لا